السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكونوا في الجزء الثالث مع بروف بلال. نتمنى هذا الجزء يكون خفيف ظريف على قلب ديالكم حيت راه شوية صعيب. إذا هذا الجزء غادي نهضروا على الاشتقاق، وهو جزء مهم بزاف في الدرس ديال الاتصال، غادي يكون جزء مهم بزاف. إذا هذا الاشتقاق نرمز لمشتقات اف ب اف شقاق اف دو اكس يا اف شقاق دو اكس، بحيث الاشتقاق ديال ك وك عدد. الى كان عندي ك عدد، شنو هاد الشيء؟ شنو تعطيني ان ك الاشتقاق ديالو غيساوي صفر. مثلا ثلاثة، عدد الاشتقاق ديال ثلاثة غتساوي صفر. إذن هذه بالنسبة للأعداد. إذا كان عندي اف دو اكس كتساوي ك اللي هو عدد فوا اكس، فهادشي شنو تعطيني؟ تعطيني اف اشتقاق دو اكس تتساوي ك في اكس الكل اشتقاق، فك عدد غادي يخرج غتبقى هي اكس اشتقاق واللي هو واحد، كف واحد هو ك. نتمنى تكون واضحة. مثال اف دو اكس تتساوي ثلاثة اكس، الاشتقاق ديال اف اشتقاق دو اكس تساوي ثلاثة اكس اشتقاق اللي هي ثلاثة. اذا هذا بالنسبة للمثال. اذا ناخدو دواء اللي هي شوية تتكون شوية قاصحة ولا صعيبة. إذا كانت عندي اف دو اكس تتساوي لي يو اوس ان، فانا الشقاق ديالك اف شقاق دو اكس تساوي لي يو اوس ان شقاق. شو تتساوي؟ هاد الاوس ان تهبط لتحت تولي ان فوا يو، هاد ان هادي اللي عندك الفوق نقص منها واحد، فهي نفس الاساس ماشي في الاس، الاساس في الاساس اشتقاق، يعني في او اشتقاق. نتمنى يكون هذا المثال اللي غادي نحطو دابا كيوضح لك الخاصيه ديالك. اذا مثال اف دو اكس تتساوي لي 4 اكس زائد 1 اس 2، ف اف اشتقاق دو اكس غادي تعطيني 4 اكس زائد 1 وكاري اشتقاق. فهذا هو الاساس او الاس تهبط، هنا عندي اس تهبط، اذا هي جوج تساوي جوج فوا هادشي كامل اللي هي 4 اكس زائد 1 اس جوج ناقص 1، فاش في اشتقاق اللي هي 4 اكس زائد 1 اشتقاق تساوي جوج عامل ل 4 اكس زائد 1، يعني جوج ناقص واحد هو واحد. فقلنا الاشتقاق ديال هذا هو 4 اكس اشتقاق زائد 1 اشتقاق. شو تساوي؟ تساوي لي جوج عامل لي 4 اكس زائد 1 عامل. اذا قلنا الاشتقاق ديال واحد هو عدد صفر، والاشتقاق ديال ك في اكس هو ك نفسه، اذا هو 4. 4 في جوج هي 8 عامل لي 4 اكس زائد 1. يمكن لي نخليها لهاد الكتابة ولا يمكن لي نشرها، اللي هي 8 في 4 هي 32 اكس زائد 8 في 1 هي 8، وهذا الاشتقاق ديالك. نتمنى هذا المثال يكون واضح. ندوزو للخاصية الثالثة. اذا الخاصية الثالثة هي اف دو اكس تتساوي او على في، يعني بسط ومقام. إلا كانت عندي اف اشتقاق دو اكس شنو غتساوي؟ او اشتقاق في، يعني هذا الفوقاني اشتقاق في التحتاني البسط فوا المقلوب. دابا البسط اشتقاق في اي على هذا اس اثنان اللي هو البسط اس اثنان. مثال دائما كنفهمو بأمثلة اف دو اكس
تتساوي 4x زائد 1 كل اس، لا نخليها كدابا كتبسيط، 3x زائد 1. اذا الاشتقاق ديالها، الاشتقاق ديال اف دو اكس تتساوي لي 4x زائد 1 اشتقاق، يعني الفوقاني اشتقاق في التحتاني، ناقص التحتاني اشتقاق في الفوقاني على البسط اللي هو لتحت، 3x زائد 1 وكاري تساوي، قلنا الاشتقاق ديال 4x زائد 1 هذا عدد تعطيني صفر، وهذا تتبقى هي 4، عامل لي 3x زائد 1 ناقص هنا تبقى هي 3، عامل لي 4x زائد 1 على 3x زائد 1 الكل أس 2 تتساوي 4 في 3 هي 12 الإكس زائد 4 ناقص 12 الإكس ناقص 3 على 3x زائد 1 الكل أو كاري، 12 الإكس ناقص 12 الإكس مسات، غادي تساوي لي زائد 4 ناقص 3 هي 1، فتبقى 1 على 3x زائد 1 الكل أس 2. إذا كجزء ثالث أو الخاصية الرابعة، إذا هي f دو x تساوي u فوا v، ف f اشتقاق دو x شنو غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي u اشتقاق في v، يعني هادي اشتقاق في هادي، زائد ماشي ناقص دابا، زائد v اشتقاق في u، يعني تنقلب لهم اللي ما درت لهم اشتقاقات. مثال f دو x تساوي جوج x ناقص 1 عامل لي ناقص 4x زائد 1. إذا f اشتقاق دو x شنو غتساوي؟ هادي اشتقاق في هادي هي جوج x ناقص 1 اشتقاق في ناقص 4x زائد 1 زائد بالقاعدة، فدابا هذا درتلو اشتقاق، غندوز لهذا اللي ما درتلوش، ناقص 4x زائد 1 اشتقاق عامل لي جوج اكس ناقص 1، فانا هذا صفر وهاد اكس تتعطيني 1، اذا تبقى العدد كاو اللي هو جوج، عامل ناقص 4 اكس زائد 1 زائد عفوا عامل هذا صفر وتا الاكس تعطيني 1 تبقى ناقص 4، عامل لي جوج اكس ناقص 1 تتساوي 4 في جوج هي 8، هنا ناقص 8 من الاشارة اكس حب الإشارة، جوج في واحد هي جوج، ناقص 4 في جوج هي ناقص 8 إكس، ناقص في الناقص تعطيك زائد 4، إذا ناقص 8 ناقص 8 ناقص 16 إكس زائد 6، هنا بالنسبة لإف اشتقاق دو إكس. إذا غادي ندوز الخاصية النهائية والأخيرة اللي تتمثل لي f دو x تتساوي 1 على u أس n، هاد الخاصية شنو تتقول لي؟ f اشتقاق دو x غتساوي لي ناقص 1 على u أس n زائد 1، تتزاد لها عدد، تتزاد تنقص تتزاد، إذا شنو غادي تعطيني؟ f مثلا ناخدو ليها مثال، f دو x تتساوي 1 على x، إذا الاشتقاق ديالها f اشتقاق دو اكس شنو غيساوي؟ ناقص 1 على اكس، شنو عندها؟ اكس عندها 1، هنا راه عندها اس 1، اذا 1 ديال الاس اللي عندي تنزيد لها 1 القاعده، اذا هي ناقص 1 على اكس وكار. كمثال ثالث اف دو اكس تساوي 1 على اكس زائد 1 الكل اس 2، فالشقاق ديالها شنو غيساوي؟ اف شقاق دو اكس غيساوي ناقص 1 على x زائد 1 الكل أس 3، أي جوج زائد 1 هي الكل أس 3، فأنا خدينا إلا كانت عندي u من الدرجة اللي عندها x من درجة 1، يعني عندها x من درجة 1، فناخدو إلا كانت عندي f دو x من درجة 2، يعني تتساوي لي 1 على x
اس اتنان زائد واحد الكل او كاري. فانا ما غاديش نخدم لها هاد الخاصية هادي. هاد الخاصية صالحة اللي عندها الاكس من رتبة واحد، يعني لاحظ عفاك تكون من رتبة واحد وما يكونش مضروب فيها شي معامل، يكون هي بوحدها هاد الخاصية صالحة، فما تتقاس صالحة انا. اذا هادي يمكن لي نكتبها على الشكل اف دو اكس تتساوي الا طلعت الاس الفوق شنو غيولي، اس اثنان زائد واحد الكل اس ناقص جوج، يعني هذا ملي تيطلع الفوق تيولي اس سالب. يمكن لي نخدم لها القاعده ديال اف دو اكس تتساوي اي اس ان، وراه درت شنو هي اف الشقاق ديال هادي هي ان في اي اس ان ناقص واحد في اي الشقاق، وتخدم عليها هاد القاعده هادي، يعني تولي لك هي شنو اف شقاق دو اكس شنو تساوي ان هي ناقص جوج، هادي اللي عندي الفوق تهبط عامل لي اكس اس اتنان زائد واحد ناقص جوج زائد واحد القاعدة ناقص واحد عفوا ناقص واحد ديال القاعدة فوا هاد الوسطاني الاس اساس اشتقاق. شنو غادي تعطيني ناقص جوج عامل لي هنا غادي تعطيني اكس اس اتنان زائد واحد الكل اس ناقص ثلاثة في الشقاق د واحد هو صفر والشقاق ديال اكس اس اتنان هو جوج اكس، جوج في جوج هو ناقص ربعة اكس، فهذا عندي اس سالب الى هبطتو لتحت يولي اس موجب. نتمنى تكون واضحة، وهكذا غادي نكونو سالينا اجزاء ديال المراجعة ديال درس الاتصال. وندوزو ان شاء الله الاتصال اليوم ولا غدا ان شاء الله يكونوا فلاشين، ومرحبا بكم عندنا والاسره ديال بروف بلال، تشكركم بسلام.